حيث ستعرف عقد المشروع المختار المحيط وفقا لمقتضيات القانون المستوطن في 13 الماء والمرسوم جزء منطقة 1939 صادر 2017 يوليو 2018 على منظار المنطقة. حضرة السيدات والسادة، كما تعلمون فإن منطقة نفوذ وكالة حكومة النفوس تميزت خلال السنة الهيدرولوجية 2020-2022 بعكس التساقطات الضبابية مقارنة مع المعدات في جميع أحوال المنطقة، حيث بلغ العجز الإجمالي في جميع المناطق تضاف الوكالة 47%، وتشعر الإشارة إلى أن هذا العجز يتم تسجيله لرابع سنة على التوالي، مما انعكس سلبا على حجم الواردات على مستوى حقيقات سدود المنطقة. ونظرا لما يمكن أن ينجم عن هذه الحالة الاستثنائية من مشاكل تبية كل الحاجيات، فإن وزارة جهاز والماء وبتنسيق مع وكالة حول مائي النفوس وباقي المستثمرين بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، حيث تم إنجاز عدد من المشاريع في إطار برنامج وطني زويد ماء الشروق ومياه السقي 2020-2027. أهمها إنجاز مشروع تقنية نظام زويد ماء أسفل الشرب بطنجة الكبرى من خلال رفعه باسم دار غرفة، بناء أشغال وشروع في مركز قداسة الخروج الذي سيمكن من تأمين زويد مدينة طنجة الكبرى بماء أسفل الشرب، حيث وصل الحجم الحالي للمخزون المائي ب 56 مليون متر مكعب بنسبة ماء وصلت إلى 80%. تأمين زويد مدينة تركيست بماء أسفل الشرب عبر الرفض بنظام زويد خاص بمدينة حسيمة، مواصلة إنجاز أشغال سد غيس بسعة زينية 93 مليون متر مكعب، مما سيمكن من رفع العرض المائي وتأمين زويد ماء أسفل الشرب والسقي في 92. الرفع من استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق إنجاز مجموعة من الخصائص الاستكشافية والتحويل الإيجابية منها للأطفال الاستغلالية قصد تلبية حاجيات الماء بالنسبة للعالم المقرر. مواصلة إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة ومعالجة بسقي المساحة الخضراء وماء البر بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية. القيام بعمليات رفع من مردودية كرمجر مياه الشرب. مواصلة حملات التوعية وتحسين الاقتصاد باستعمال ماء إيصال الشرب ومياه السقي. وقد مكنت هذه التدابير من تلبية جميع الحاجيات المالية في المنطقة في ظروف ملائمة وتخطي الأزمة. أما خلال السنة الهيدرولوجية 2020-2023 فقد عرضت بحمد الله منطقة نفوذ وكالة حكومة النفوس خلال فترة مستدامة من فتح شتنبر إلى غاية 26 يناير 2023 تساقطات مطرية جد مهمة قدرت 326 ملم على صعيد المنطقة، ورغم ذلك تسجل عجزا يناهز 17% مقارنة بنفس المعدات الأخرى، وقد انعكس هذه التساقطات المطرية بشكل إيجابي على المخزون المائي للسدود، حيث انتقى